الحمد لله خالق الدجى والصباح ومسبب الهدى والفلاح ومقدر الهموم والأتراح عز فارتفع ورفع ووضع وفرق وجمع وحرم وأباح أنزل الماء وعلم آدم الأسماء ودرأ الرياح علم ما كان وما يكون ودرأ الحركة والسكون وإليه الرجوع والركون في الغدو والرواح يتصبر في الطول والعرض ويرسم ميزان العدل يوم العرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا لصاحبه الجنة تباح وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ذكره مبلغ الرياح وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى. ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الدارجي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث عظيم وتوجيه نبوي شريف يخبرنا بأن مدار الدين النصيحة، كما قال: الحج عرفة، فمن وقف عرفة فقد كمل حجه، مع وإن كان نقص في شيء آخر من الأعمال. كذلك من كملت الدين فيه، كملت النصيحة في حياته، فقد كمل الدين في حياته. الدين النصيحة، فمن ينصح؟ كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة الكرام قالوا: النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فكيف تكون النصيحة لله؟ أن تؤمن به، أن تؤمن الله إيمانا كاملا جازما في قلبك، وأن تتعرف له بربوبيته لأنه هو ربك وليس لك رب سواه، وأن ترفض كل الأرباب التي في الدنيا كلها إلا رب واحد لا رب إلا هو، فلا يربي، والرب هو السيد والمالك والمتصرف. فتتعرف من قلبك وتؤمن بأنه لا رب لك سوى الله تبارك وتعالى، فهو سيدنا ومالكنا والمتصرف فينا، والذي ينبغي أن نطيعه ونعبده ونشكره ونحبه ونمشي على أوامره مع النظر إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، وهو أول ما طلب منا الله تبارك وتعالى حين أخرجنا من ظهر أبينا آدم عليه السلام: وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نتعرف بربوبية الله في قلوبنا فنعرف أنه لا رب لنا سواه، فلا الدولة تربينا ولا المال يربينا ولا مالنا ولا قوتنا ولا حولنا، بل الله هو ربنا سبحانه وتعالى، وهو ما أمرنا الله به إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهو أول ما تسأل به عند قبرك: من ربك؟ ما
ترى أنه هو ربك سيدك مالكك المتصرف فيك الذي كان ينبغي أن تطيعه. فإذا عرفنا بألوهية الله تبارك وتعالى لنا وتوجهنا إليه بهذه المعاني فقد نصحنا الله تبارك وتعالى ووجهنا العبادة إليه. أما إذا نقصت الربوبية في قلوبنا ولأجل هذا عندما ندخل الصلاة الحمد لله رب العالمين حينما نركع سبحان ربي العظيم حينما نسجد سبحان ربي الأعلى فهو ربنا. فالنصيحة لله أن نتعرف بربوبيته وأن نعبده حق العبادة حسب ما استطعنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن القلب لا بد أن تتعرف بربوبيته وتمشي عليها. ثم النصيحة لرسول الله كيف تكون؟ نؤمن به ونحبه ونتبعه في منشطنا ومكرهنا، نعرف أنه هو المبعوث إلينا رسول من عند الله نبي مرسل إلينا، أمرنا بأن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتفي بآثاره صلوات الله وسلامه عليه وأن نحبه فهو يحبنا. فلا بد أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كمال الإيمان محبته، والمحبة مصدرها القلب ومحلها القلب. إن من لوازم المحبة الاتباع، ولكن المحبة محبة قلبي حينما يسمع اسمه يصلى عليه، حينما تسمعه تتحرك مشاعرك نحو هذا النبي العظيم الذي بذل كل شيء حتى يخرجنا من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم نقدم محابه على محابنا، نقدم آله على آلنا، نقدم صحبه على صحبنا، نقدم محابه على محابنا. ثبت في مسند الإمام أحمد أن أبا بكر يوم فتح مكة جاء أبوه وهو مسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه أبو قحافة مع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد بشهادة الإسلام، ثم بكى أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر وقد أسلم أبوك؟ الآن أنت تفرح لا تبكي. فقال: والله يا رسول الله وددت أن تكون يد أبي طالب مكان يد أبي قحافة، لعلمي أنك كنت تحب أن يؤمن عمك ولكنه ما آخر، وأنا الآن أحب أن يؤمن أبوي فأسلم، ولكن والله أحب أن يكون مكان يد أبي قحافة يد أبي طالب. انظر إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقدمون محبهم على محاب أنفسهم. أبوه أسلم ولكن يحب، كان الرسول يريد عمه وأنا كنت أريد أبي، فتحقق لي وما تحقق لرسول الله وأحب أن يتحقق لما كان لك يا رسول الله. فنقدم محبته ونتبع آثاره بحسب ما استطعنا. ثم تكون النصيحة لكتاب الله، أتدرون ما النصيحة لكتاب الله؟ أن نتلوه فلا نهجره. الله تبارك وتعالى أمرنا بقراءة ورتل القرآن ترتيلا، فلا نهجر كتاب الله. أن نتلوه وأن نعمل بما استطعنا منه وأن نستشفي به وأن نعمل بما جاء به، هذه نصيحة في كتاب الله. أتدرون ما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور؟ الدعاء لهم ونصيحة وبذل النصيحة لهم، وأن يذهب أهل الحلم والعقل ولمن لهم علاقة بهم حتى ينصحوهم حتى لا يضلوا الأمة، فإن ضلالهم ضلال الأمة. فيذهب إليهم ويرجى لهم الخير ويدعى لهم وينصح لهم، لا يتابع بما هم أخطأوا بل ينصحون فيما أخطأوا. ولكن النصيحة لا تكون لكل ناس، بل الذين لهم علاقة فيهم وأهل الحلم والعقل ينصحونهم ويأخذون بأيديهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ إرادة الخير لهم وإرادة الخير ومحبة الخير لهم ونصيحتهم إذا أخطأوا وأخذ بأيديهم وأمرهم بما أمر الله تبارك وتعالى من الأوامر
وجلبهم إلى ما أمرهم الله تبارك وتعالى من الطاعات، سواء كانوا من أهلنا أو أقاربنا أو جيراننا أو أهل قريتنا أو العالم كله. نحن مسؤولون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فننصح العامة المسلمين، نشركهم في دعائنا في الليل وفي النهار، نتفكر لهم إذا مرض أحدهم في الصين، تألمنا بألمه، إذا صابت مشكلة في إفريقيا، تألمنا بألم أهل الإيمان، نصيحة لهم وندعو لهم أن يكشف الله عنهم الضر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا سمعت بأن الماء نزل، المطر نزل في أرض، فإني أحمد الله تبارك وتعالى وأفرح، وليس لي هناك غنم ولا إبل ولا بقر يبعاني، إنما على المسلمين أفرح بفرحهم، وإن وجد هناك قاضي عادل أفرح بذلك، أو إمام عادل أفرح بذلك، وليس لي هناك قضية، إنما أنا أفرح بأن المسلمين وجدوا من يحكمهم بالعدل وينصف لهم. هكذا يكون المسلم نصيحا للمسلمين في كل مكان، يحب لهم الخير ويرجو لهم الخير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله تكفرون وبأعمالكم تجزون وعلى أمثالكم محاسبون وعلى تقريركم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وتلا به بملائكته كثير مسبحة القدس، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنزل هدايتك على الناس أجمعين، اللهم أنزل هدايتك على الإنس والجان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين، وارحم أهل القبور من إخواننا المسلمين، ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، من مات منهم فأنزل في قبره الرحمات، ومن بقي في بيت الحياة فبارك له في حياته، وارزقه الصحة والعافية، وارض عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالدينا وباقي السنة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبرامة السلام، وبرامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا فاصبروا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله